وللمزيد حول النفوذ الإيراني في العراق وارتباطه بهجمات الميليشيات على المصالح الأمريكية، ينضم إلينا العقيد الركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام عبر الهاتف من إسطنبول. أهلا بك سيد حاتم. بداية ونقلا عن موقع ميدل إيست آي، فإن إسماعيل قااني قائد فيلق القدس زار العراق كما تعلم ليأمر الميليشيات بوقف مهاجمة السفارة الأمريكية، بماذا تفسر هذا القرار؟ نعم، مساء الخير لك والمشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك. نعم، من المؤكد يعني أنه إيران لا تسعى إلى حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو لا تسعى الآن إلى تلقي ضربة من إدارة ترامب وهي في أيامها الأخيرة، وبالتالي عدم إعطاء ذريعة لترامب لكي يستخدمها لتوجيه ضربة سواء كانت محدودة إلى إيران أو إلى الميليشيات التابعة لإيران في العراق تأتي من خلال عدم تصعيد العمل العسكري. فلذلك مجيء قااني إلى العراق هو لكي يصدر أوامر واضحة إلى الميليشيات بوقف العمليات الهجومية التي تطالع السفارة الأمريكية، علما بأن الخسائر هي ليس من السفارة وإنما الخسائر من المدنيين العراقيين، وكذلك بالنسبة للقوات أو الأرسال اللوجستية الأمريكية. ولكن هو السؤال بشكل عام، يعني هل سعت إدارة ترامب إلى مواجهة عسكرية مع إيران؟ لا. الجواب لم تسعى طوال الفترة الماضية إلى مواجهة، فلا أعتقد بأنه ستكون هناك مواجهة، علما بأنه هو قال بصورة واضحة عن طريق وزير الخارجية بومبيو بأنه يسعى إلى تغيير سلوك النظام وليس إلى تغيير النظام. في سؤال جديد سيد حاتم، يعني إلى أي مدى ترى أن بحث ترامب توجيه ضربة لإيران لها دور في اتخاذ هذا القرار من قبل طهران؟ نعم، بداية دعني أقول يعني هل الرئيس الأمريكي الآن يمتلك مثل هذه الصلاحيات الواسعة في شن حرب على إيران في أيامه الأخيرة؟ أنا أعتقد بأنه هناك مؤشرات، قالة وزير الدفاع وتحريك بعض طائرات B-52 قد تكون مؤشرات على تصعيد عسكري في المنطقة، ولكن هناك معارضة شديدة من البنتاغون بأي عمل عسكري ضد إيران خلال هذه الفترة، لأنه تداعيات هذا الأمر ستكون كبيرة جدا على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. فلذلك أنا أعتقد بأنه إيران تعي جيدا بأن المواجهة العسكرية ستترتب عليها تداعيات كبيرة جدا فيما يخص الإدارة القادمة، إضافة إلى هذا بأنه ترامب الآن يستطيع أن يصعد عمل عسكري باتجاه الميليشيات في العراق، ولكن لا أعتقد بأنه ستكون لديه خطوات لضرب إيران سواء كانت هو أو إسرائيل. طيب، بالرغم من أوامر قااني للميليشيات بوقف الهجمات على السفارة الأمريكية، إلا أن إيران قامت الأسبوع الماضي بعملية قرصنة بحرية على سفينتين في الخليج العربي. السؤال هنا، هل سيسكت المجتمع الدولي برأيك على تهديد أمن الملاحة في الخليج من قبل إيران؟ أكيد، يعني المجتمع الدولي صمت على الكثير من التجاوزات في الفترة الماضية، إعطاء عدد من السفن التابعة للإمارات العربية وإلى السعودية، الهجوم على شركة أرامكو، القرصنة التي تجري في البحر الأحمر، كثير من الحوادث التي جرت في الفترة الماضية صمت عنها المجتمع الدولي وصمتت عنها الولايات المتحدة الأمريكية بما فيها السفينة البريطانية التي تم اغتيادها إلى السواحل الإيرانية. وبالتالي أنا أعتقد بأنه هناك إشكال حقيقي في الاستراتيجية التي تتعامل بها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران في المنطقة. يعني حتى أسقاط الطائرة المسيرة الإيرانية لم تجعل الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بعمل عسكري ضد إيران بما يترتب على الرد بالمثل. لذلك أنا أعتقد بأنه ستستمر هذه البلطجة الإيرانية طالما لا يكون هناك رادع قوي من قبل المجتمع الدولي. نعم، إلى السؤال الأخير سيد حاتم الآن، يعني المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن أكدت على ضرورة أن تكون هناك جهود حقيقية لمواجهة الخطر الإيراني، هل تتوقع أن يدخل التحالف الدولي العامل في العراق في عملية لقص أجنحة إيران في العراق، هل هذا محتمل؟ لا أكيد، يعني عندما نتكلم الآن نتكلم عن أنه الاتحاد الأوروبي يمنع حتى مسألة الاتفاق النووي الإيراني، يعني عملية الانسحاب التي انسحبت منها الولايات المتحدة الأمريكية أنكرت عليه، إضافة إلى هذا بأن حظر السلاح الذي فرض على إيران في الفترة الماضية وأرادت تجديده الولايات المتحدة الأمريكية رفضت الدول الأوروبية تجديد هذا الحظر على إيران. إذا نحن نتكلم عن انقسام في الموقف،
هذا الانقسام يتمثل بأن الدول الأوروبية لديها مصالح اقتصادية مع إيران كبيرة جدا، وتحاول أن تعيد الاتفاق النووي، وهي ما تسعى لذلك من خلال إدارة ترامب القادمة. أما أن يستخدم التحالف الدولي الموجود في العراق لمواجهة إيران، فأنا لا أعتقد هذا أبدا. الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيدة الركن حاتم الفلاحي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.